الرياضات الميكانيكية وأنا صغيرة، كانت عندي 14 سنة فاش سقت السيارة، وذاك الوقت للأسف ما ساعدنيش الحظ باش تكون عندي دراجة نارية ديالي. حتى كبرت وكبر معايا داك الشغف في الرياضات الميكانيكية، قدرت أنني ناخد أول دراجة ليا مدة 10 سنين هذه، اللي هي الكاوازاكي 750. من وراها خديت الموتور اللي عندي حاليا وهو تراسر 900، اللي قررت أنني ندير به واحد طواف ديال المملكة إن شاء الله. فكرة باش ناخد موتور، واحد النهار كنت خارجة من العمل، يعني غادرت العمل بشكل نهائي، وشفت في الطريق واحد الموطور اللي داز من حدايا، كان واحد الموطور كبير، ما عقلتش هذيك الساعه اش من نوع. مهم الموطور كان كبير داز من حدايا خلعني، وهي تجيني ليدي، قلت في بالي حتى انا خصني نولي نخلع بحال هذا. دونك في هذاك الاسبوع تماما مشيت بديت كندوز على باش ناخذ رخصه سياقه ديال الدراجه الناريه. ملي خديت رخصه سياقه ديال الدراجات الناريه، ديك الساعه مشيت شريت موتور، وهنا فين غادي يبداو الصعوبات، بحيث ما كنتش عارفه كيفاش نسوق الموتور، ما عارفاش كيفاش كيديماري. حطيته عندي في الدار لتحت، كانوا عندي صعوبات باش نطلع بهذاك الموتور، يعني كنت كنضطر نستعن بالناس اللي يجوا عندي للدار، نخلصهم ويخرجوا لي الموتور ويديوني نسوق ونتعلم السوقان. هادو هما الصعوبات اللي واجهت بزاف. عاد زيد المجتمع ديالنا ما كيتقبلش يشوف مرا في موتور، حيت هادشي كندوي عليه كان 10 سنين دابا. الحمد لله ميم العائله ديالي زمان ما تقبلوش الفكره، جاتهم شويه غريبه. الحمد لله بالحيطه والحضار اللي كنت وخاهم في الطريق، والفات انا اللي ما عمرني ما درت شي حادثه اللي خايبه الله يحفظه، هذا عجبتهم الفكره وتما ولاو من بين المتتبعين ديالي وكيتبعوني وكيتمناو لي الخير. الطواف ديال المملكه ما كانش فكره وما كانش مشروع مخطط، يعني جاء نتيجه الضغوطات اللي كتعيشهم المراه المغربيه، وحنا عارفين بان المراه المغربيه كتحمل مسؤوليات كبر منها، سواء في البيت سواء في العمل سواء خارج البيت. يعني هو كان نتيجه واحد الضغوطات، داكشي علاش حاليا انا كنخدم وكندير واحد المجهود كبير باش ننجح هاد الطواف، عارفه بان بقى واحد الوقت اللي هو وجيز، وكندير اللي في جهدي باش ننجح هاد الطواف ان شاء الله. كان من المتوقع نبداو الطواف من مدينه الرباط، ولكن ان شاء الله بعد الدراسه غادي يكون من مدينه المحمديه في اتجاه القرقارات، راجعين من جهه الشرقيه ديال المملكه في اتجاه وجده، مرزوقه وجده، داخلين من فاس ان شاء الله، ثم تطوان وطنجة، واخيرا الدار البيضاء. اللي غيسالي في الدار البيضاء غادي تكون غيكون استقبال في المروكومول. بالنسبه للدات ان شاء الله غادي تكومونيكا من بعد مني غيكون الوقت. واخر حاجه نبغي نقول بالنسبه للناس اللي بغاو يدخلوا العالم ديال الدراجات الناريه، سواء كانوا اولاد او بنات، صغار في السن او كبار، فمن فضلكم اول حاجه هي رخصه السياقه. ثاني حاجه ما نتلاعبوش بالسرعه، حيت الدراجات الناريه هي فيها متعه كبيره ولكن الخطر ديالها كيبقى اكبر. ومني يكون غادي الواحد في الطريق يضطر يسمح في حقه، واخا يكون عندك الحق سمح في حقك، خلي الناس تدوز، باسكو المطار كيكون معرض بزاف بزاف ديال الخطر، كو سوا فوتيف ولا ماشي فوتيف.